What's happening, fellas, and welcome back to another episode of IEJ Reaction. Today I'm not home and I came on a short trip with my lovely friends to a beautiful and unique spot next to Toronto and right next to the lake, and I decided to record this episode from here. We're gonna watch a couple of videos of the incredible Egyptian artist Dunya Semir Ghanem together. The name of the first video that we're gonna watch together is Hasra Aghnia Bint Masriya سعيدية دنيا سمير غانم مسلسل الكبير أوي جزء ثالث. No more talking guys and let's check it out. Here we go. She is highly talented. This TV show is Mazarita Got Talent. أنا اللي فهم الأصول وفي ناس نكرة وعندها بلا. الله الله الله. Music is incredible. He's highly talented. Rock and roll. A mixture of Saidi dance and rock and roll. Dunya's father, Semir Ghanem. Made his soul rest in peace. El Kabir Awi is one of the top Egyptian shows, guys. Well, let's check the next video. In the name of Dunya Semir Ghanem, Ta'alad Asal Nasri wa Al Rahila Dhikra. She's gonna imitate Asala and Dhikra. Let's check it out. This is gonna be interesting. By the way, there are so many mosquitoes here. بدنا هلا منك تأمر دنيا يا خجولة هطلب منها حاجة هي برغم انها خجولة بس وممثلة عظيمة ومطربة صوتها حلو انما هي كوميديانة فانا نفسي بصوتها الحلو ده تسمعنا حاجة مثلا بطريقة أصالة او ذكرى no way سمعينا أصالة مثلا وهي بتغني اوكي غني زيها غنيها بصوتها الحلو هو طبعا هي فنانه كبيره انا بجد بحبها قوي فعشان كده بحب اقلدها يعني اتفضل اغنيه ايه يا مجنون طيب اوكي يا مجنون مش انا هي مجنون مش انا ليلى ولا بنسمه هواك ميله يا مجنون مش انا ليلى ولا بنسمه هواك ميله عايزنا اقول بحبك ليه بحبك بس مش قايله يا يا مجنون She's impressive حلو دنيا يا دنيا يا أمل تفضل كمان حلو كتير كمان عندك كمان دنيا مصيبتوز ار كريزي هير
They don't let you go. حاجة تاني بقى معلش بابي اللي بيطلبها ذكرى. مش عايزاهم يزعلوا مني والله انا بحبهم عارفين انا بحبهم انا بحب ذكرى ما شاء الله unique voice may her soul rest. انت قلتي احسن من الغنوة بتاعتي يعني قلتي ده احسن احلى كمان من الغنوة اللي غنيتيها. يلا ذكرى بقى وليها طريقة حلوة في غنوتها المشهورة بتاعت صلاح الشرموبي. لا بحبها وحياتي عندك. وحياتي عندك وحياتي عندك. Here we go. مع الفنانة ذكرى. مش فاكرة الكلام قوي بس. وحياتي عندك لو كان ليا عندك خاطر لا تراجع قلبك قبل ما يجي اليوم وتسافر وإن كان بعدك شيء متقدر خدني معاك خدني معاك من غير ما تفكر خدني معاك أنا مش ممكن أبدا أقدر على الأشياء يقولنا لا مش فاكرة الكلام براف هلا أنا رح أبرم الله الله she's highly talented guys let's move on to the next video in the name of أغنية الليلة ليلة دويتو حكيم مع الدنيا سمير غانم. This is gonna be fascinating. نيلي وشريهان. Here we go. This is gonna be the last video. معنا ومعكم نجم الأغنية الشعبية ونجم الموال في الوطن العربي اللي ولا واحد ولا مية يقدروا ينافسوه اللي ولا 1500 يقدروا يهزوه المطرب الوحيد اللي دعا إلى السلام وقال السلام عليكم المطرب الوحيد لما يغني والدنيا برد تلاقيها نار النار النار المطرب الوحيد اللي سأل على عم سلامة في شدته معنا ومعكم نجم الأغنية الشعبية بشرى لكل العيانين جبنا لكم حكيم I'm a huge fan of Hakim's voice the most energetic singer that I've ever known. Where is Dunya Samir Ghanem? Is she Dunya? Yeah! Gorgeous in that outfit. يا جمال ما حدش يوم شاف ولا انسان ولا جان قمر 14 والله ربنا هيحاسبك على الحلف اللي لا لمته وكلامي قلته اه يا بخت يا رب وعيني such a remarkable duet عيوننا شقلت كياننا على قلب سحر ده هياخدنا سقفونا play this video for the entire neighborhood in this area. الليلة ليلته وكلامي قلته اه يا بخته يا رب وعيتنا زلل عيوننا شقلت كياننا على فين بسحره ده هياخدنا It's getting dark here. Dunya's sister Amy? No. I think yeah, that's Dunya's sister Amy. صلوا على النبي خلوا اليوم ده يعدي بالسلام
اسفين يا عريس نحنا بنضحك مش قاصدين حد بنهزر وياك من الفرحة لا انا فعلا بتكلم جد الليلة ليلته وكلامي قلته اه يا بخته يا رب مسكيتو ذا فينيشينج اب ماي كلاس عيوننا شقلب كياننا على فين بسحر ده يا خدنا Yeah, that's the end of the video. Well, well, well. I absolutely enjoyed all three of these videos in this special spot. And I'm also so excited to see how the video will come out. I'm not sure about the quality of it. Maybe the sound quality will not be as before. But I'll do my best to make a great video for you and put it on the channel. Thank you so much for watching the video and I appreciate you for the suggestions. If you enjoyed watching the video, you already know what to do. Hit that like button and if you are new to my channel, do me a huge favor and hit the subscribe button. I want you to stay safe wherever you are and I'll definitely catch you on next reaction videos. Peace!